اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية بالإهمال جنائيا وانتهاك الحق بالحياة بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نترات الأمونيوم التي أدت إلى وقوع انفجار مرفأ بيروت قبل عام. وأوصت المنظمة بفرض عقوبات على المسؤولين وبإجراء الأمم المتحدة تحقيقا مستقلا في الكارثة التي أوقعت 214 قتيلا على الأقل أكثر من 6500 جريح ونتجت عن 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم بقيت مخزنة لسنوات في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت. ووثقت المنظمة في تقرير مفصل من 126 صفحة الأخطاء والإغفالات التي ارتكبها موظفون ومسؤولون سياسيون وأمنيون في طريقة إدارتهم لشحنة نترات الأمونيوم منذ وصولها إلى المرفأ على متن سفينة في عام 2013 وحتى وقوع الانفجار. وكانت تحقيقات أعلامية أظهرت سابقا أن مسؤولين من بينهم رئيس الجمهورية ميشيل عون وقادة أمنيون وعسكريون كانوا على علم بمخاطر تخزين تلك المادة في المرفأ من دون أن يحركوا ساكناً.